لم ينفع الطبل والقرقاب لتغطية النقائص أمام والي ولاية أدار مدني فواتيح عبد الرحمن الذي فهم أن هذه البهرجة ما هي إلا تغطية للنقائص، فبدا واضحا على محياه الغضب، خاصة بعد اكتشافه غش المقاولين في بناء مدرسة ابتدائية بدائرة زاوية كنتا. Et ça sera systématique pour l'ensemble des structures scolaires. Vous savez comme ça. Ce n'est pas parce qu'il y a une gestion de commune qu'on laisse faire. Là, il y a une autre, la main, la bourse de la mort, متوسطة ذات البلدية هي الأخرى تعاني حالة كارثية، أسقف منهارة وأقسام لا تساعد على التحصيل العلمي، رغم ذلك فهذه المؤسسة تتحصل على المراتب الأولى. بناء جاهز منتهي الصلاحية لمدة 10 سنوات، والتلاميذ يعانون والطاقم البيداغوجي يعاني. الظاهر أن ولاية أدرار تعاني حالة من تفشي ظاهرة غش المقاولين في إنجاز مشاريعهم، كيف لا والسكنة الاجتماعية ما تزال تعرف وتيرة بطيئة ما يجعل تسليمها لمستحقيها بعيدا. La prochaine fois je veux des délais raccourcis. Nous avons des problèmes يا جماعة والناس تستنى بتسكن. الضرب على الدف موجود لكنه لا يعبر عن حياة رغدة لسكان دائرة زاوية كنتا، فالرقص أمام هذه الإيقاعات يحتاج إلى إنجاز جميع المشاريع التي وعد بها المسؤول الأول على ولاية أدرار، وإلا سيسحب الأهالي دعوات الخير التي أغدقوا بها على الوالي. أتمنى لك إن شاء الله من صبر لك طمي هذا.